Hello everyone, welcome back to my channel. The title for our video today is one of the most question I ever had. What are articles? عنوان الفيديو اليوم ما هي الارتكلز او ادوات التعريف والتنكير في اللغة الانجليزية. الارتكلز عندنا في اللغة الانجليزية مثل ال التعريف في اللغة العربية وانا متأكد انك تعرف هذه الارتكلز. الارتكلز عندنا دايما يجي بعدها ناونز. أسماء الاسم هذا ممكن يكون ناس مجموعة أشخاص أو أماكن أو أشياء الـ articles عندنا بس ثلاثة أ أن ذا على سبيل المثال A car An apple the moon. طيب إيش نستعمل أ ولا أن ولا ذا قبل ما نعرف إيش نستعمل لازم نعرف إن الناون الأسماء تنقسم القسمين الأول singular يعني مفرد والثاني plural يعني جمع السينجلر articles مع الأسماء المفردة نستعمل أ أن وذا For example على سبيل المثال A book An umbrella The sun آ دائما نستعملها مع الـ اللي هي الحروف الساكنة، واللي هي جميع الحروف في اللغة الإنجليزية، ما عدا حروف العلة، على سبيل المثال: a tree, a cat, a, a نستعملها مع الـ حروف العلة، واللي هي خمسة: a, e, u, o, i. على سبيل المثال: an orange. an elephant an ice ونلاحظ ان الكلمات اللي جات بعد an كانت كلها تبدا بحروف عله او اي و اي اما ذا تيجي مع الفاولز ومع الكونسوننت فمثلا نقول ذا فون ذا اول ذا كاب الجزء الثاني اللي هو plural articles الجمع إذا كان عندي الاسم جمع أستعمل حاجتين يا إما no article تكون الجملة بدون articles أو أني أستعمل ذا ولو جينا نقارن بين السنجلر plural نقول a tree والجمع trees an elephant elephants the cat the cat أيضا الناون تنقسم لنوعين آخرين النوع الأول general شيء عام والنوع الثاني specific شيء محدد الجنرال يكون واحد من بين عدة أشياء ولا نعرف أي واحد في حالة الجنرال نستعمل a و an أو no article على سبيل المثال I want a cookie I want a كوكي أنا أبغى كوكي أو بسكوت آه عندنا بعدها الكوكي أبغى واحدة شي واحد من بين أشياء ما أبي كثير بس واحدة I need an umbrella أنا أحتاج مظلة مظلة واحدة بس ونقدر نقول he likes animals هو يحب الحيوانات هنا no article من دون أدوات تعريف ليه؟ الحين animals هو يحب الحيوانات بس ما حددنا يعني ما نعرف أي واحد إيش الحيوان بالضبط اللي يحبه عشان كذا جت الجملة بدون articles النوع الثاني specific يكون شيء محدد نعرف أي واحد أو لا يوجد منه إلا واحد فقط في العالم كله ونستعمل معها ذا فنقول the sun is hot الشمس حارة الشمس الشمس عندنا كم في شمس واحدة بس عشان كذا استعملنا ذا The roses are red. الورود حمراء طبعا احنا نعرف الورود نوع الورود اللي يتكلم عنها اللي هي الروزز الروز وان لونها احمر يعني شيء محدد عشان كذا استعملنا ذا برضو معلومة عن ذا لازم نعرف انها تيجي دايما مع اسماء الانهار والمحيطات والبحار وإذا جينا بنقارن بين الجنرال والسبيسيفيك Do you need a pen؟ هل تحتاج إلى قلم؟ هنا كان السؤال عام قلم ما حددنا نوع القلم ولا لونه ولا شكله في السبيسيفيك You can use the blue pen or the red pen تقدر تستعمل القلم الأزرق أو الأحمر وهنا حددنا Do you want a snack؟ هل تريد وجبة خفيفة ما حددنا وش نوعها ممكن أي شيء في بالك من الوجبات الخفيفة في ال نقول you can have the cookie or the chocolate bar تقدر تاخذ البسكوت أو شوكولاتة أنت تختار وهنا حددنا إنه ما عندك إلا two snacks بس I want to buy a new necklace أنا أبغى أشتري سلسال جديد حددنا نوعه ذهب فضة لا عام في الـ specific I want to buy the pink one or the purple one أبغى أشتري يا الوردي يا البنفسجي الحين let's practice خلينا نتمرن moon is in the sky إيش الـ article اللي بتستعملها مع العلم إنه ممكن نحط no article في الفراغ الإجابة بتكون ويا ليت تكتب الإجابة في التعليقات the moon is in the sky ليه؟ لأنه المون اللي هو القمر ما في منه إلا واحد فنستعمل ذا. Do you want cookie؟ الإجابة بتكون a cookie. I like animals. من دون article I like animals لأن ما حددنا إيش الحيوان شيء عام كان. He needs umbrella. الإجابة بتكون an umbrella. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو See you next time